صباح الخير، اليوم راح نحكي عن موضوع الطوافات أو الذباب الطائرة أو خيوط العنكبوت. هي عبارة عن تغيرات في السائل الزجاجي داخل العين. السائل الزجاجي هو المكون الرئيسي للعين، هو عبارة عن جل. هذا الجل على عمر معين بيبدأ بالتحلل، فلما يتحلل بيكون عبارة عن خيوط في داخل العين. هاي الخيوط عندما ينكسر الضوء بيصير الإنسان يشوفها بشكل ملحوظ، خصوصا الانسان اللي بيكون بالفضاء بيطلع على السماء الصافيه، او بيكون في داخل البيت بغرفه فيها اضاءه عاليه وبيطلع على خلفيه بيضاء، خصوصا الناس اللي بتطلع على الحيط الابيض في الليل او في اي وقت اخر. فهذا الانسان ببلش يشوف ما نسميه خيوط العنكبوت او الذباب الطائر، وبصير يلحقها بتتحرك معه يمين او يسار، فبينزعج منها كثير وبفكر انه في مشكله كثيره، او بحاول انه يلتقطها او يمسكها. بحكي لك دكتور انا في إشي عم بيسبح أمامي وبحاول أمسكه بس مو قادر. فهي بنسميها إحنا خيوط العنكبوت أو الذباب الطائرة. من ناحية طبية ما في منها شيء بخوف أو في ضرر جسيم على العين، هي عبارة عن تغيرات فسيولوجية طبيعية بتصير على عمر معين، بتكون طائفة في داخل السائل الزجاجي ومن ثم تنزل إلى قاع العين وبتختفي وبطل المريض يشوفها. ولكن في بعض الحالات هذا السائل الزجاجي خلال فترة التحلل بشد على شبكية العين، ولما يشدها ممكن يؤدي إلى انفصالها. لهيك أي مريض بنشوفها بنحكي له يراجع طبيب العيون، نعمل له فحص توسيع حدقة العين، بنشوف الشبكية إذا في هاي أضرار أو لا. وألف سلامة عليكم إن شاء الله.